16 لا يقتصر فقط على الطبقة السياسية ونواب البرلمان، فقد انتقل إلى رجال المال والأعمال والمستثمرين الذين يرتقبون ما سيأتي به ويتخوفون من بعض النقاط. أحمد رشدي في هذا التقرير. من مقرات الأحزاب إلى أروقة مبنى زغود يوسف، وقبلها جلسات المختصين والخبراء، مرورا بالمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين، يتواصل الجدل بشأن قانون المالية 2016 وتختلف القراءات، لكن أغلبها تصب في خانة التخوف من الزيادات المنتظرة في أسعار بعض المواد. إلا يعني يزيدوا في الماء ويزيدوا في الكهرباء ويزيدوا يعني راح يتمس ثمن السعر يعني تاع المنتوج، وإلا تمس يعني السعر المنتوج يكون تما يعني انخفاض يعني انخفاض المبيعات. هذه تخوفنا باسكو تزيد في في لو بري دو روفيان دي برودوي. Donc ça rentre dans le coût de revient du produit. Donc si le coût de revient du produit il est important, donc ça automatiquement le prix de vente ça va augmenter. رجال المال والأعمال أكدوا على ضرورة أن يحمي القانون الجديد قطاع الاستثمار ويخدم المؤسسة العمومية والخاصة. احنا اللي نطلبوه أن المؤسسة هي تكون في الأساس نتاع أي سياسة اقتصادية. درك انا نظن ما نقولش مؤسسه خاصه ولا عامه ولا المؤسسه هي اللي تكون، وكل السياسات اللي من طرف الدوله يلزم تكون تدعم هذه المؤسسه، خاطر هي اللي راح تخلق الثروه في البلاد هذا. الجدل بشأن المشروع أملته الظروف التي يشهدها الاقتصاد الوطني، فبين إجراءات التقشف والسعي نحو قاعدة صلبة للاقتصاد المنتج يترقب الجميع تفصيلة النواب لثوب يدعى قانون المالية 2016. سيكون لنا حديث فيما بعد إذا كان هذا الشق يتعلق برجال الأعمال، سيكون ضمن ملف هذه 90 دقيقة أخبار حديث عن رأي النواب نواب البرلمان حول هذا قانون يعني قانون مالية ل 2016 طبعاً. وكذلك زميلتي هاجر، إذا على عكس المعتاد تنتقل مجموعة من مدراء الشركات الخاصة إلى بعض الجامعات والمعاهد في محاولة لتوظيف طلبة جامعيين مقبلين على التخرج بهدف الاستفادة من تكوينهم والاستثمار في قدراتهم، مما خلف استحسانا لدى الطلبة. أحمد بوطاف والتفاصيل. لطالما كان الظفر بمنصب شغل أكبر حلم للطلبة المقبلين على التخرج، والذي طالما كان حلما بعيد المنال، إلا أن المبادرة التي قامت بها بعض المؤسسات الاقتصادية والتي تنقلت إلى مستوى الجامعات للبحث عن أحسن الكفاءات لتوظيفها كان لها الأثر الإيجابي لدى الطلبة. هذاك الفولي انتربرونيال باش يخمم يخدم عند لو سيكتور بريفي في ليكسبيرتيز اكسيتيرا ما كاش، دونك الهدف الاول هو ان نوضحوا لهم سو كوفر لو ديبلوم تاعهم كوم بوسيبيليتي دومبلوا، والهدف الثاني بيان اونتوندو ان تانك كو شركه كي ريكروت انورميمون باسكو عندنا 60 مهندس زراعي في الشركه، جينا بور فير ان بو نو كورس، جينا بور افوار اون بيبينيير بور لي ريكروتمون جايين ان شاء الله. تنقل أرباب المؤسسات إلى الجامعة للبحث عن الطاقات الشبانية الجزائرية للاستثمار بها شكل حافزاً لدى الطلبة، والذين تمنوا أن تنتشر هذه الثقافة لدى كافة مسؤولي المؤسسات. Bien sûr, donc les étudiants qui ont assisté à la conférence, ils ont la possibilité de déposer leur CV juste devant la sortie. Suite à l'explication, parce qu'ils ont expliqué quelle est leur politique de recrutement, quelle est leur politique de l'entreprise. Ils ont l'opportunité aussi d'envoyer leur CV, les boîtes mail, les médecins, les étudiants. On a un grand espoir, ma chère, un petit espoir, parce que en fait, on est un peu pessimiste, les étudiants, les anciens, ils disent qu'il n'y a pas du travail, mais qu'il y a du travail. Donc, à demain, ils vont nous montrer l'intérêt ou les capacités. إعطاء الأولوية لطلبة الجامعات في التوظيف سيكون بمثابة حافز لتطوير واقع التعليم العالي بالجزائر.
أكد الإيطالي الخبير الدولي موريتسيو مارتينيلي في مجال الرخام في تصريح لتلفزيون النهار بأن الجزائر بإمكانها الاستثمار في رخامها خاصة الأبيض منه والاستفادة منه قصد تصديره للتقليل من سيطرة المحروقات على قائمة صادراتها، خاصة مع الأزمة الأخيرة التي تعصف بقطاع المحروقات. محمد حمد رصد التالي. du marbre et je vais dire que le marbre blanc surtout c'est une occasion très importante pour l'Algérie pour commencer l'exportation des produits naturels du sous-sol et réduire un petit peu la pourcentage d'exportation d'hydrocarbures donc les pays dépendent et c'est vraiment une grande occasion mais permanente de formation ici une école de marbre pour permettre aux jeunes d'améliorer leur situation, de trouver un travail et de former de nouvelles figures professionnelles dans le marbre. محليا الآن أكد والي عين تيموشنت أحمد حمو تهامي على هامش لقائه بمجموعة من المستثمرين بأن دراسة الملف الخاص بإنشاء مصنع لتركيب السيارات النفعية لشركة إيمينوتو تتم حاليا على مستوى لجنة وطنية، وذلك بعد مراسلة المصالح الولائية للوزارة المعنية. كمال بوعز عبيد رصد التالي. احنا هذا الملف ثقيل وماهوش ملف اللي يفوت على مستوى لجنه ولائيه، هذا يفوت على لجنه وطنيه، وانا كتبنا الوزاره المعنيه وحتى هما راهم اتصلوا بالوزاره، وكان فيه لقاء اليوم مع مسؤول من هذه الشركه باه يتصل بالوزاره باه يعطوك كاع المفاهيم فيما يخص هذا المصنع. احنا ماذا بنا ان مصنع من هذا النوع ان شاء الله ينجز في ولايه عين تيموشنت. وعن نوعية السيارات التي سيتم تركيبها فأكد ممثل شركة إيمينوتو بأن المؤسسة تعتزم تركيب الشاحنات الصغيرة ذات حمولة 1000 كيلوغرام، وكذا الشاحنات ذات حمولة 2500 إلى 3000 كيلو أغرام، حيث يتسنى تلبية لمتطلبات السوق. فيما أكد ممثل عن الشركة بأن بداية إنجاز المشروع ستكون بعد أسابيع قليلة. لا كمال بوعزة عبي ثانية. هذا مشروعنا لازم له 30 قطار، وهذا على بالنا ماهوش سهل يعني باش يعني يكون القرار يعني خفيف وسريع، ولذا يعني عندنا سنتين وحنا ننتظروا. اليوم انا شايفين بقاتنا حوالي ايام ولا يعني اسبوع اسبوعين ان شاء الله نعمل اول انطلاقه في بدايه الانجاز تاع المشروع تاعنا. الزوج انواع تاع الشاحنات عندنا لو فيكول اوتيليتير اللي الشاحنه الصغيره تاع 1000 كيلوغرام، والشاحنه تاع 2500 حتى 3500 كيلوغرام. والآن إليكم مشاهدينا الكرام.